السلام عليكم، كما وعدتكم طريقة صحيحة ندوب بشاج الرادياتير. بسم الله. شاج ترموفيس كما هذا، واحد رقيق كما هذا. البلايص هذا قاعدوهم بالترنوفيس خشين هذا. بعد ما فتحناها بالترنوفيس هذا، الجهه هذه حتى كي ما تفتحش سهله، خليها كي كما راها. هذه وهذه 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 الترنوفيس هنايا. كاين شامبر 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذا من اللي باينين، وكاين اللي ما يبانوش. نبدأ في العملية تاع التنظيف. نحتاج الماء. باش بنانا اللي مسرحة واللي مش مسرحة. سخن الجهاز. محتاج واحدة كيما هذي. هذه تاع بالي سوي جلاس. نسرح بالطريقة تحب تقلشها زيدها شوي مزيد دهون نظفها فيه. بروسة تحك بها. درك بعد ما ديبوشيناها باش نرجعو للفاسان، ما ننسوش البلاصة هذي نظفوها مليح. كاين جوا هنا اسود، ها هذا كاين جوا هنا. اذا تنحلك تدهنه كل تدهنه كامل بالارميتيك، واذا بقى في بلاصته تقدر دير الارميتيك غير هنا هكا في البلاصه هذه. بعد ما درنا لها الارميتيك كامل بلاصة هذه كل رجعوها بلاصتها الطريقة هذه.
لازم لاصة الديليت هذه تكون مع الديليت تحت متقابلين في الفوق واحدة تحت، تصل بالجهة هذه الأولى هكا تاجو بانس. باش نردوه بالطريقة هذي بعد ما نكملوها نبلعوا هذه بالبوشون الجهه هذه نبلعوها بالبوشون نركبوا الديليت هذا تحت هنا نديروا له الكولي تاعه نديروا الجهه هذه في الماء هكا في باسينه كيما هذه نغرقوها في الماء وننفقوا من هنا هكا باش يبان كاش ما كاين فيت ولا حاجه يبان باش كي تركب تهدي. هذا هو. ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب. السلام عليكم.